من جديد مرحبا بكم، نواصل برنامج ملاعب الغد. نحن الآن معكم كالعادة على الهواء مباشرة، والحديث عن الإنجاز الذي تحقق لفريق الكرامة والفوز للمرة الرابعة على التوالي بلقب الدوري السوري بكرة القدم. مرة ثانية مرحب فيك دكتور فهر. يعني ما جاءت به الإدارة في مرحلة الذهاب، وكان في هناك سياسة وأطلقت سلسلة من الوعود لأنصار فريق الكرامة على صعيد العودة إلى الألقاب المحلية، عودة الفريق إلى المنافسة الآسيوية بشكل كبير. كان في هناك سلسلة من التحديات، دعنا نقول الآن محليا الفريق نال بطولة الدوري، الآن يحارب على جبهة أخرى هي مسألة كأس سوريا، وصل إلى الدور نصف النهائي وسيواجه قطب آخر مميز كان في حمص فريق الوثبة. يعني بالمناسبة هذا الموسم كان سار جدا لعشاق كرة القدم في حمص تحديدا. نعم. الكرامة بطل الدوري ودخل المنافس التقليدي، يعني فريق الوثبة رقم صعب كان في معادلة الدوري في هذا الموسم، وقدم نفسه بشكل إيجابي. لقاء كبير منتظر يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس الجمهورية. نعم، بالنسبة لفريق الوثبي طبعا فريق مجتهد، لملم أوراقه بالإياب وكان فعلا عطى بصمة واضحة بالفترة الإياب، والناس اللي اشتغلوا معه بالآخر فترة حاولوا طبعا يظهروا الوثبي بطريقة حضارية، وبلشوا يعرفوا يشتغلوا. وهو فريق طبعا بالنسبة لفترة الإياب من الفرق المقدمة، يعني يعتبر كتصنيف حسب الإحصائيات المركز الثاني، يعني المركز الثاني هو بعد سيما نحن مباراتنا إلى طابع خاص مميز ما بتعكس. احيانا كان الكرامي بقمته اسيويا نربع السد القطري، نحن تعادلنا معهم بالدوري قبل سنتين 1-1، وكنا كانوا هن عم يلعبوا ناقصين 10 لاعبين ونحن ربحانين 1-0. فالمباراه هي الى طابع الخاص، مباراه حساسه بين الجارين، بس نحن ما بنقول انه طبعا رح نتعامل مع محترم خصمنا مهما كان وضعه. نحن احترام الخصم هذا عنوان المباراة، كل مباراة عنا إياها بحد ذاتها كانت معركة فاصلة، مهما كان خصمنا قوي جدا أو مهما كان وضعه بالترتيب كنا نحترم الخصم ونعمل له حسابات. إذن الفريق وإدارة الفريق وفت بعهده على الصعيد المحلي وأيضا الخارجي. سنتابع الآن جدول لترتيب الفرق أبطال الدوري السوري منذ انطلق عام 1966 وحتى اليوم، نتابع هذا السجل. يعني عم نشوف دكتور فهر السنوات الأربع الأخيرة الأربع الأخيرة، بس سنة 2009 أنا هاي البطولة إلى طعم خاص غير كل البطولات، ربما تعادل الفرحة اللي فرحنا فيها بسنوات سابقة. البطولات كلها ببطولات كلها، يعني التصار بيني وبين كابتن أبو شاكر بعد انتهاء المباراة بأرض الملعب، بعد ما يعني تقريبا نحن ضلينا قاعدين لحتى نطمن على جمهورنا أنه طلع كلاعبين وجهاز فني، وكنت قاعد أنا معهم أرض الملعب، فكان عم يدردش معي قال لي أبو شاكر قال لي دكتور مشان الله أرسلي أنا بحلم ولا بغني بطل الدولة صار معنا. قلت له إيه حجي طمن صار عنا الحمد لله. يعني ما كنا يعني من شدة الفرح ما كنا مصدقين. يعني الفرح طبعا للأسباب اللي أنت ذكرته واللي كل كان يعرفها، يعني فريقي كان مبتعد كما ذكرنا بفارق 17 نقطة، اتحاد يعني كما كان واضح داعس وبقوة كان يعني نحن بالنسبة إنا اشتغلنا كانوا تصاعدي في الذهاب كانوا ربما عم يشتغلوا بنفس الأول، نحن بالنسبة كنا عم نشتغل بنفس الأفضل أو عطول الأفضل عندك طموح، بينما الأول بالقتل عندك الطموح، فكنا نشتغل على الطموح ونشتغل على عدم هدر النقاط خصوصا خارج أرضنا. وإذا بتلاحظ إنه الكرامي بدوري الإياب هو أكثر نقاطا وأكثر فوز خارج الأرض وأكثر تسجيل خارج الأرض، أقل تسجيل خارج الأرض، يعني اشتغل شغل دور الإياب برقم بلغة الأرقام ترى شغل يعني كان ممتاز. طيب هذا كان على الصعيد المحلي، على صعيد مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي أيضا كان تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي، وبانتظار مع من سيلعب القرعة ستكون في 29 هذا الشهر، لمعرفة من سيواجه الفريق في ربع النهائي. نحن بالنسبة للاتحاد الآسيوي مثل ما قلنا لك فتنا ببداية المرحلة وحطينا لنفسنا تحديات لنتحداها، وصار صار شغلنا نشتغل فوق طاقتنا، والكابتن أبو شاكر قال أنا رح أشتغل هاي السنة 200%، وفعلا بلش كان مستوى اللاعبين اللي هن اللاعبين اللي انفرضوا حسب النظام لأنه إجينا بفترة متأخرة، وبلش اللاعب يوصل للزروي تبعه، إذا عنده 70% يعطي 70%. طبعا فترة العمل استغرقت وقت طويل. بالنسبة للتحديات الآسيوية كان مستوى فريق الكرامي عم يطلع تدريجيا رويدا رويدا، لوصلنا لمرحلة انه عملنا مباراة
بالهند مباراة رائعة. صحيح. وعملنا مباراة شوف مباراة الفاصلة أيضا كانت مع البسيتين هم بتصدر كان مجموعة. أنا صراحة بقول لك أنا مباراة البسيتين كانت أعصابي مشدودة أكثر وكلياتنا كنا حاسبين حساب مباراة البسيتين أكثر من المباراة الفاصلة لأنه هي مرحلة انتقالية لأنه هي بتوصل لاستمرارية الخطة على الصعيد الآسيوي لأنه نحن إن شاء الله وعدين أنفسنا ببطولة الاتحاد الآسيوي عندنا خطة شغالين عليها لنحصل الاتحاد الآسيوي وهي الخطة يعني هلأ شغالين فيها بحيث أنه عم نحاول نطور فريقنا إلى فريق للمنافسة للبطل. طيب بدنا ناخذ مفردات هالخطة دكتور فاري كما ذكرت أنتم اجيتوا بسياسة خلوا الإدارة شابة إدارة بوجود رئيس النادي الأستاذ مرتضى الدندشي بوجود مجموعة من محبي نادي الكرامة بجهاز فني معروف يعني قادر على أن يخدم الفريق بشكل ممتاز ويوصل إلى المستوى الفني المطلوب لكن هذا بحاجة إلى مستلزمات يعني الفريق نزف مجموعة من اللاعبين المهمين لا شك عندما نتحدث سواء اللاعبين المحليين يعني جهاد الحسين حتى كان في البداية محمد الحموي المحترفين اللي كانوا في الفريق فابيو يعني سانجو نعم يعني فقد الفريق عناصر أساسية ومهمة وشعرنا بفراغ يعني كان لفترة الآن الفريق محليا مر يعني لكن آسيويا الأمور نأخذ يعني فريق الكرامة وإدارة النادي كيف تفكر للمرحلة القادمة عناوين المرحلة أستاذ إياد نحن بالنسبة لعناوين هاي الفقرة مثل ما حكينا لك نحن إداريا قاعدين مع الجهاز الفني وطالبين انه نحن ناخذ بطل الاتحاد الاسيوي الجهاز الفني قدم خطه وقدم خطه ترميميه بحيث نقلم شجره نادي الكرامي ببعض اللاعبين المحليين السوريين من الأندية حتى يصير في نوع من أنواع لأنه نحن عندنا بعض المراكز المفقودة يعني عندنا صانع الألعاب بالفريق مفقود اللاعب رقم المهاجم الصريح مفقود بعض المراكز مفقودة بعدين عندنا نحن نوع من أنواع الستاف البنش تبعنا ترى فاضي من اللاعبين الاحتياط فنحن بدنا نشتغل على فريق نرمم فيه نجيب نطعم فيه بلاعبين محليين نسكر هالثغرات ونتعاقد مع محترف واحد أو اثنين يليقوا مثل طيب. أمثال فابيو طيب على كل حتى ننافس على بطل الاتحاد سنقترب فنيا أكثر من هذا الموضوع من خلال الاتصال المباشر مع مدرب الفريق الكابتن محمد خويد معنا الآن على الهواء مباشرةً